شيخنا عايزين نتكلم في بعض النقاط المهمة جدا. يمكن هو دلوقتي الحديث السابق كنا بنتكلم عن انه راح على طول وراء الرسول عليه الصلاة والسلام ليسرب وضحى بكل ما يملك في الدنيا كلها عشان يشتري الآخرة ويروح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بعد المشهد ده وبدأت بقى غزوات الرسول وفتوحاته والحاجات دي كلها تخلف عن بعض الغزوات ولا كان موجود في كل غزوة من غزوات الرسول؟ وهل لو تخلف عن بعض الغزوات كان ايه عذره او ايه اللي كان بيمنعه انه يطلع؟ هو لم يتأخر ولا يتخلف عن مسير حتى سفر عادي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معه حتى هو يحكي عن نفسه. قال: ما تخلفت عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسيرا إلا كنت معه، ولا أعلم أن العدو يطلب المسلمين في من الأمام إلا كنت أمامهم، ولا يطلبهم من الخلف إلا كنت خلفهم. ليه؟ يعني أول ما يحس أن الخطر جاي على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين كان يتقدم نحو الأخطار، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. عشان كده صهيب الرومي كان من أكثر الناس قربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقربهم وأحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عن يمينه حتى في بدر وأحد، قال: إما كنت عن يمينه أو كنت عن شماله، أو كنت أمامه أو كنت خلفه. أول ما يحس أن الخطر جاي من ناحية كان هو يقف قدامه. لم يتأخر أو لم يتخلف عن لم يتخلف عن أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مسير ولا سفر ولا أي ولا حضر.